كان نبي الله إبراهيم يعيش في فلسطين مع زوجته سارة، وكان معروفا بكرمه للضيوف، فهو أول من أضاف الضيف، فكان لا يمر عليه يوما إلا وضيف فيه ضيفا. وقد خرج عليه السلام يوما يلتمس إنسانا يضيفه ولم يجد أحدا، فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما، فقال له: يا عبد الله، ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلا. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه، ثم لا أبرح له جارا حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذلك العبد أنت يا إبراهيم. فقال نبي الله إبراهيم: أنا؟ قال: نعم. قال: فبما اتخذني ربي خليلا؟ قال: بأنك تعطي الناس ولا تسألهم. عزيزي المشاهد، في هذا المقطع سنعرف كيف بنى نبي الله إبراهيم الكعبة ومن أين جاء بالحجر الأسود، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة دعما لنا وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع من تحب، فالدال على الخير كفاعله. هيا لنبدأ. كانت زوجة نبي الله إبراهيم عاقراً لا تنجب، وبعد أن فقدت الأمل في الإنجاب قبلت سارة عليها السلام أن تزوج نبي الله إبراهيم من هاجر، ورزقهم الله تعالى بإسماعيل عليه السلام. ولكن سارة قد دبت في قلبها الغيرة من هاجر، فأمر الله تعالى نبيه إبراهيم أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إسماعيل إلى واد غير ذي زرع، ونفذ نبي الله إبراهيم أمر الله تعالى وأخذ أهله إلى مكة حيث لم يكن فيها إنس ولا ماء ولا مأوى، وذلك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. فقالت هاجر للنبي الله إبراهيم: أين تذهب وتتركنا هاهنا في هذا الوادي المقفر؟ وكررت سؤالها أكثر من مرة، ولكنه عليه السلام لم يلتفت إليها من شدة حزنه. فقالت: الله أمرك بذلك؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا. وبالفعل لم يخيب ظنها، فقد فجر الله تعالى تحت قدم رضيعها إسماعيل عليه السلام ماء زمزم الذي لا ينضب، ومن عليهم بالطعام والشراب. ومرت السنين وقد كبر نبي الله إسماعيل ونشأ بين العرب حتى تعلم منهم العربية وتزوج منهم، ثم ماتت السيدة هاجر. وفي يوم جاء نبي الله إبراهيم ليتفقد ابنه بعد زواجه، فلم يجد إسماعيل عليه السلام في البيت، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. فسألها عن حالهم وعيشهم، فقالت: نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: إذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له أن يغير عتبة بابه. فلما جاء نبي الله إسماعيل قال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كبير. ووصفته لنبي الله إسماعيل وأكملت قائلة: وسألني عنك فأخبرته، وسألني عن عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. فقال لها: ذاك أبي يأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. فطلقها وتزوج بأخرى، ولبث عنهم نبي الله إبراهيم ما شاء الله، ثم آتاهم بعد ذلك فلم يجده، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. فسألها عن عيشهم وحالهم، فقالت: نحن بخير وساعة والحمد لله. فدعا لها نبي الله إبراهيم وقال: فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وموريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء نبي الله إسماعيل قال: هل آتاكم من أحد؟ قالت: نعم، آتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، وسألني عن عيشنا فأخبرته أننا بخير. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي يأمرني أن أمسكك. ثم لبث إبراهيم عليه السلام عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك، فلما رآه إسماعيل قام إليه وتصافحا وتعانقا. ثم قال نبي الله إبراهيم لإسماعيل:
إن الله أمرني بأمر. قال له إسماعيل: اصنع ما أمرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة عمن حولها، وقيل أنهم لم يدريان مكان البيت حتى بعث الله ريحا فكنست لهم ما حول الكعبة عن أساس البيت، واتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، وكان إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة، ونبي الله إبراهيم يبني، وكان يدعوان الله أثناء ذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وهذا البيت هو أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهناك أيضا مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء عن قامته، فوضع له ولده إسماعيل هذا الحجر ليرتفع عليه لما تعالى البناء. فلما بلغ القواعد وبني الركن ولم يتبقى إلا حجرا واحدا، قال إبراهيم عليه السلام لإسماعيل: آتني بحجر أضعه هاهنا. قال: يا أبي إني كسلان تعب. ثم ذهب بعد ذلك نبي الله إسماعيل ليأتيه بالحجر من مكان بعيد. حينها جاءه جبريل عليه السلام بالحجر الأسود، وكان نبي الله آدم قد هبط به من الجنة وهو يقوتة بيضاء فاسود من خطايا الناس. ثم جاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال: يا أبتي من جاء لك بهذا؟ قال: جاءني به من هو أنشط منك. بنى نبي الله إبراهيم وابنه أشرف المساجد في أشرف البقاع، ودعا لأهله بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات بعدما كان واد غير ذي زرع، وسأل الله أن يبعث فيهم رسولا منهم، وهو محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما بني البيت واكتمل، أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن للناس بالحج، فقال إبراهيم عليه السلام: ومن يسمعني يا رب؟ قال الله تعالى: عليك بالنداء وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم على جبل ثم أذن وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وسمعها كل الناس حتى أن الله أسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه حتى الحجر والشجر، وقالوا: لبيك اللهم لبيك. وأتى الناس مشيا وعلى الإبل والخيول، هم يلبي الناس نداء نبي الله إبراهيم عليه السلام، ويخرجون من جميع أقطار الأرض ليطوفوا بالبيت الحرام. عاش إبراهيم الخليل ينتقل بين مكة وفيها ابنه إسماعيل، وفلسطين وفيها زوجة إبراهيم وابنه إسحاق. وفي يوم طلب من ربه طلبا، فقال: يا رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وكان نبي الله إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على إحياء الموتى علما يقينا لا يحتمل الشك، ولكنه أحب أن يرى ذلك عينا ليرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. فأجابه ربه فأمره أن يعمد إلى أربعة من الطيور فيمزق لحومهن وريشهن، ويخلط ذلك ببعضه البعض، ثم يقسمه إلى أربعة أقسام، ويجعل على كل جبل منهن قسما. ففعل نبي الله إبراهيم ما أمر،
ثم أمره الله أن يدعوهن بإذن ربهن، فلما دعاهن جعل كل عضو يطير إلى صاحبه، وكل ريشة تأتي إلى أختها، حتى اجتمع بدن كل طائر إلى ما كان عليه، وهو ينظر إلى قدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكون، فأتينا إليه سعيا وطيرانا، ويقال أنه أمر أن يأخذ رؤوسهن في يده، فجعل كل طير يأتي فيأخذ رأسه فيتركب على جثته كما كان. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام. وروي أيضا أنه جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا خير البرية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله. عزيزي المشاهد، إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع من تحبون، فالدال على الخير كفاعله.